أو قبل ذلك، هل حسنة التوحيد تكفر جميع الذنوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي الحديث الذي بعده وفي الحديث الآخر أيضا من لقيني لا يشرك بشيئا، الحديث إلى آخر. طيب، حسنة التوحيد الإنسان إذا قال لا إله إلا الله، يا أخواني هذه الحسنة لوحدها إذا قالها العبد بصدق وإخلاص وإخبات وقام بشروطها و أتى بها كما يحب الله وملأت قلبه تمحو كل ظلمات الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر 99 سجل أخرجت لرجل، كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي. الرجل قال هلكت، فقيل له هل لك من عمل؟ قال لا يا رب. قال بلى، عندنا لك بطاقة، بس بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فوضعت في كفة و99 سجل في كفة فراجحت بها لا إله إلا الله. لذلك ابن تيمية الله يرحمه يقول العبد أحيانا، هذا النص عليه شيخ الإسلام في المنهاج، يقول العبد أحيانا يعمل عمل واحد يكون فيه عبوديته وإخلاصه لله جاءت على وجه الكمال والتمام فيغفر الله بها كبائر. شفت؟ كبائر، مو بصغائر، كبائر. ولذلك لما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لأهل بدر حينما قال الله تبارك وتعالى لهم اعملوا ما شئتم، عشانهم جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فقال النبي وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عن ربه جل وعلا. يقول ابن تيمية وهذا يستدل به أن الحسنة العظيمة الواحدة يغفر الله بها السيئة العظيمة،